السلام عليكم شباب معكم نصر عمر من ديزرت داس جيمنج واليوم براجع وياكم لعبة تينيج ميوتنت نينجا تيرتلز ميوتنتس من هاد او سلاحف النينجا وايد ابسط بلاتنوم هم مطورين هاللعبة وهاي الشيء الاساسي اللي خلونا نتحمس ولو يعني شوي حق اللعبة طبعا بلاتنوم مشهورين بالعاب هاكن سلاش او بيت اب ويعني العابهم ناجحة مثل باينتا وميتل جير رايزنج فهاي الشيء المفروض يعني يخليها تكون لعبة يعني شوي على مستوى لعبة بسيطة قصتها بسيطة معروفين الاشرار اللي توشوا وياهم من الرسوم للحين يعني كلهم نفس الشيء وصايرة على أدوار نفس ما تشوفون وبس يعني تكملون كل دور وتتوشون رئيس هذا اللي المفروض سوونه مشكلة في الادوار بس عندكم انه نفس ميشنات حتى مو كأنهم اساسيين يعني بس روحوا ذبحوها هذلين او سووا ديسيبل القنبله يعني اشياء تافهه يعني كل شيء يتكرر ويملل حتى المناطق نفسهم هم متكررين بس مغيرين مثلا الاضاءه يعني مغيرين اشياء بسيطه شيء مثلا يكون يا هناك الصبح او هني في الليل وهني يطق مطر يعني اشياء كلها متكرره اللعب صراحه ممل لان كلها ينعادون هالوحوش هم نفسهم وما فيها شيء جديده وكان يعني مللني لما وصلت ل يعني في بارت من اللعبه يصير يعني البوسز بعد اللي تتوشون وياهم حلوين فن فهذا خلاها شوي تصير احسن يعني <applause> الشيء الوحيد اللي خلوني يعني استمتع شوي هو الهوش في البدايه كنت اشوف انه هوش يقهر لانه وايد كان ربشه وما اعرف ايش قاعد اسوي يعني من كثر الربشه اللي قاعد تصير بس انصحكم اذا بتلعبون هذا الشو التوتوريال عشان تعرفون تلعبون عدل لان يشرحون لكم بالضبط كل شيء تسوونه في اللعب لان عقب ما ركزت شوي في الهواش وقمت اسوي بيري وهاي صار احلى شي عندي في اللعبه صار اللعب احلى وفي وايد حركات واسلحه تقدرون تاخذونهم وتسوون ابجريد وبعد تقدرون تغيرون بين السلاحف وهاي يعطي يعني اللعب وايد متنوع لان كل واحد فيهم عنده حركات الخاصه والحركات يعني حلوه <applause> ناس ما قلت من ساعه مو وايد عجيبين يعني لكن في بعضهم حمسوني يعني مثلا العاب بلاتنوم الثانيين يعني مثلا السيتنج مال يعني المكان اللي تتوشون وياه فان وهو فان رئيس ففي بعضهم حلوين اللعبه فيها اونلاين والاونلاين هو لنا بس تلعبون ويا احد غير القصه وهي الشيء اللي انا ما تشيكته يعني أن العب ويا واحد من ربعي واحس بتكون اللعبه احلى ده يعني تلعبون ويا ربعكم في النهاية اللعبة فيها أشياء حلوة نفس الهواش يعني هل عجبني فيها لأن بلاتنا جيمز يعني أكثر شيء يركزون عليه هو طريقة اللعب الهواش بس باقي الأشياء يعني متكررة ومملة ما في تنوع في المشينات ولا تحس إنك قاعد يعني تتقدم في اللعبة يعني بس يغصبونك تروح مثلا اذبح ذلين غصب بس عشان لما يعني ينترس الجيج وتوصل للرئيس الأخير اللعبة ما كانت وايد طويلة يعني لا تتوقعون اللعبة هاي فوق العشر ساعات ولا اللعبة قصيرة يعني عاد تكملونها يمكن خمس ست ساعات او اقل بس يعني هاي مدتها الالعاب يعني ما بتكون هاي اللعبه وايد طويله وبس يلا ننطر لعبتهم الجديده سكيل بونت ان شاء الله تطلع حلوه اتمنى ان اعجبكم الفيديو سوونا فولو ات ديدس جيمنج في انستغرام وتويتر ولا تنسون اللايك والسبسكرايب انتم تشيد تساعدوني ويلا مع السلامه نشوفكم في فيديو